كيف ما كيعرف الجميع احنا عندنا في جامعه ديال سيدي بليوت دابا كتسمى مقاطعه جامعيه ديال سيدي بليوت كاين مصلحه ديال حفظ الصحه. هذه المصلحه هذه عندها مجموعه من الاختصاصات ومجموعه من الاشياء اللي كديرها، من بينها الادويه، كتعطي الادويه للناس اللي محتاجين خصوصا في داء السكري وفي ارتفاع الضغط. اذا لاحظنا بان كاين مجموعه من المستفيدين كيكونوا كبار او لا معاقين ما كيقدروش يتنقلوا للمصلحه. اذا احنا خدينا واحد الوحده متنقله اللي غادي تكلف بتوزيع الادويه لهذه الفئه من المواطنين، من بين اشياء اخرى اللي هي معاينه الوفيات، تسليم رخص الدفن، تنقل الى اللجان المختلطه اللي كتسلم شواهد اداريه في اطار حفظ الصحه. كنتمنوا ان هذه المبادرات تكون مفيده ان شاء الله للمواطنين والمستفيدين في تراب المقاطعه، وكنتمنوا اننا نعموها ان شاء الله على جميع المستفيدين، ماشي غير الناس اللي ما يمكنلهمش يتنقلوا، ولكن ان شاء الله جميع الناس، حيت اللي مريض راه مريض وخاصه ضروري اللي يمشي لعنده، ماشي هو اللي يجي لعندنا. غادي يكون مستدام، غادي يكون دائم، حيت كل واحد عنده الوقت ديالو ديال الدواء. يعني بحال دابا هاد الناس اللي عندهم اليوم غادي يدوز الوقت ديال الادويه وين غادي يتسالى وخصو يرجع، يعني كل نهار هاد الوحده غادي تخدم، ما غاديش تكون تبقى لواحد البرنامج اللي عندنا حنا ديجا صوبناه في المقاطعه وموجود، واليوم ان شاء الله غادي تبدا هاد العمليه هذه. الاحساس ديالي اختي الله يكثر خيركم، زعما هادشي درتو معنا راه الله اللي غيخلصكم، وقربتوا لينا الدواء. انا كنا كناخذوا من الجامعه الحضاريه، ولكن ملي قربتوا بالنسبه للوالد ديالي راجل مسن عيان ما يقدرش مسكين يمشي. الله يكثر خيركم على هذه المبادره الطيبه وشكرا لكم. السيده الرئيسه وعلى السيده الرئيسه والمجلس ارتأوا انهم يديروا هذه المبادره اللي تتمكن المواطنين يوصل لهم الدواء حتى للدار بلا ما يجيو عندنا، ادويه داء السكري، ارتفاع الضغط الدموي، و المواطنين كلهم اللي ساكنين على التراب في تراب مقاطعه سيدي بليوط يمكن لهم يستافدوا من هذه المبادره. الفئه من المعوزين، المعاقين، ولكن الادويه داء السكري كاع اللي ساكنين في التراب يستافدوا، ولكن اللي يمكن يوصلهم الدواء هما اللي ما يقدروش يجيو، اللي عندهم اعاقه، اللي كبار في السن ما يقدروش يجيو، اللي ما عندهمش يجيب لهم الدواء، هذو كلهم فئات يمكن لهم نديو لهم الدواء حتى للدار. شكرا للمتابعه ديالكم لهذا العمل، اش غنقول عليه؟ نقدر نقول عليه الكرامة الجبار. يعني احنا كمستشارين تفاجئنا بهذا العمل اللي قامت به الرئيسه والطاقم ديال الجماعه، لانهم تيقربوا واحد الحاجه ممتازه كيحتاج لها المريض وناس كبار باش يمشيوا يضربوا ديك المسافات. وتفكر جات الفكره ديال هذه السياره انها تنقل الدواء وانها تجيبوا حتى لعين المكان وتجيبوا يعني بالافتتاح ديال الرئيسه والطاقم ديال المكتب وكذلك بعض المستشارين وبعض الموظفين ومدير يعني المقاطعه. يعني هذا واحد العمل جبار، وان شاء الله غنطمحوا اكثر اننا نقدموا الدواء ونقدموا الراحه ونقدموا السكن اللائق، ان شاء الله غادي يكون خير.